من يومين بس ان الابطال بيمرضوا بس ما بيموتوش، بيتعثروا لكن ما بيقعوش. واللي حصل في الثلاث ماتشات اللي فاتوا كان مجرد استراحه محارب علشان يقوم ويرجع ويكمل اقوى من مكان ويرجع رجوع الابطال، وان ساعتها مش هيكون عليكم غير انكم تحذروا منه. كله بيقول، اللي يقول يقول، اللي بيقول بيقول اي كلام. اديكم شفتوا بعينكم الاهلي عمل ايه امبارح، فاحذروا وجهزوا نفسكم. اهلا بيكم حلقه جديده من برنامج الحريفه، واهلا بيكي يا اميره. حبيبتي يا نوده اهلا بيكي والحمد لله على السلامه. الله يسلمك والله. انت كمان خدتي استراحه محارب صح؟ الحقيقه كنت محتاجاها. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك والف مليون سلامه، ونورتي مكانك من تاني. والحقيقه فعلا مارد الاهلي كان منتشر في ملعب اسوان امبارح بشكل مرعب. اللعيبه نازله من اول دقيقه ما بتهزرش، نازله عارفه هي عايزه ايه بالظبط. وكمان الجمهور بصراحه كان عامل حاله عظيمه جدا جدا في الملعب وبره الملعب. فان شاء الله المباراه دي يعني الواحد حاسس كده انها تكون بدايه انطلاقه جديده لينا في كل البطولات اللي هنشارك فيها باذن الله. وزي ما قلنا وهند بتقول دلوقتي احذروا احذروا. خلينا بقى دلوقتي اميره نقول لكم على المفاجاه اللي طال انتظارها الحقيقه من كل فريق البرنامج، واللي اميره بتشتغل عليها بقالها فتره علشان تفرحنا بيها، ومش احنا بس لا كل جماهير النادي الاهلي. اميره مجهزه لنا اغنيه في حب النادي الاهلي، هيقول لك الف مبروك على الاغنيه. وانا عارفه انه اكيد هنسمع مستوى، انا سمعتها طبعا يعني طبعا، بس انتوا هتسمعوا مستوى عالي يليق بالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. خلينا نروح نسمعها 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 ونسمع رايها، نسمعها ونرجع لكم تاني. يلا